اللهم ربنا يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم بحق هذا الشهر الكريم المبارك، وبحق هذا الدعاء الذي أيدت به عبادك المؤمنين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل لإخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين فرجا ومخرجا. اللهم انصرنا على عدونا وعدوهم يا منتقم يا جبار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم.